تكثف السلطات البيطرية إجراءاتها للحد من تفشي الحمى النزيفية التي أخذت تنتشر بشكل خطير بسبب استمرار الذبح العشوائي، في وقت سجل البلد وفاة 27 شخصا بحسب آخر إحصائيات لأعداد المصابين في العراق. ما يزال الكساد يصيب اللحوم الحمراء في بغداد وبقية محافظات البلاد مع انخفاض نسبة المشترين بسبب الحمى النزيفية والتي لم تبرح منذ أشهر. تسجل إصابات بين بعض المواطنين والعاملين في قطاع تربية المواشي وأصحاب محال الجزارة، وتكثف السلطات البيطرية إجراءاتها للحد من تفشي الحمى النزيفية مع تسجيل 162 حالة توفي من بينها 27 شخصا بحسب آخر إحصائيات لأعداد المصابين بهذا المرض في العراق. عندنا الخبرة الكافية، كوادرنا عندهم الخبرة الكافية للتعامل مع هكذا حالات. وضعنا خطة بالتعاون مع وزارة الصحة وبالتعاون مع محافظة بغداد. كانت هناك غرفتين للعمليات في وزارة الصحة وفي محافظة بغداد للتعامل مع هكذا أمور. احنا كوزارة الصحة حقيقة إجراءاتنا هي توفير العلاجات والأدوية والمستلزمات للمرضى المصابين والإبلاغ عن الحالات المشتبه بها والحالات اللي تكون مصابة مؤكدة بإصابة مؤكدة. طبعا وجود الحالات الإصابات هي موجودة، ما حد يقدر ينكر هذا الشيء يعني، لكن احنا الاجراءات اللي صارت من الدوائر في سبيل الحد من انتشار هذه الاصابات في سبيل حتى لا تتحول الى وباء، هي حاليا مسيطر عليها نوعا ما زين الى درجه معينه، لكن يعني نتامل ان شاء الله بعد ما يصير انتشار توقف لهذا الحد. الاجراءات الوقائيه موجوده، سوينا دورات تثقيفيه للملاكات التمريضيه واللي يتعاملون ويا المرضى المصابين في سبيل حتى انه لا نعرضهم للخطوره مثل ما صار عندنا هوايه اصابات بمصارت جائحه كورونا. عوامل عده تؤدي لارتفاع الاصابات بالحمى النزيفيه، ومنها قله الملاكات البيطريه واستمرار الذبح العشوائي البعيد عن الرقابه وعدم الاهتمام بنظافه الحظائر الحيوانيه. وتعد الحمى النزيفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تسبب الإصابة بها مشاكل صحية عديدة قد تؤدي إلى الموت. إحنا يعني يجينا من الخارج، يجينا من برا، يجينا من كذا، بالنسبة للتلوثات اللي موجودة، بالنسبة للأماكن اللي الجزارة يعني أماكن القصابة وغيره وغيره، المفروض تتكثف عليها المتابعة وتنوخذ المسحات أو العينات اللي حتى الأشخاص يعني أنا يعني قبل كان يأخذون حتى عينات أو أشخاص من مرض التدرن أو غيره للعمال العاملين أو المشتغلين في المطاعم أو غيره وغيره، حتى يعني نضمن سلامة المواطن. وعلى الرغم من تسجيل حالات جديدة بالحمى النزيفية إلا أن وزارة الصحة تحاول قدر الإمكان إبعاد هذا الفيروس عن المواطنين والحفاظ على سلامتهم. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة.